تقول أصوم الاثنين والخميس نعم. وزوجي يعلم ذلك ولا يمانع من صيامي، ولكن أحيانا يتسبب في تفطيري، فهل أقتصر على صيام الأيام البيض والعشر من ذي الحجة أو بماذا توجهونني؟ وهل يجب علي أن أقضي ذلك اليوم الذي أفطرته؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، صيام التطوع، أما صيام الفريضة فلا يمنعها، فلا يمنعها منه، ولا يجوز له أن يفطرها إذا صامت فريضة سواء أداء أو قضاء، فإنه لا يجوز لها له أن يفسد صيامها، لأنه صوم واجب، ومن دخل في فرض واجب، ومن دخل في صوم واجب حرم قطعه، كما نص على ذلك أهل العلم. طيب. أما النافلة فيجوز للإنسان أن يستمر في الصيام، ويجوز له أن يفطر. ما شاء الله. صيام النافلة لا يلزم الإنسان أن يكمل اليوم، بل إذا رأى المصلحة في عدم الإكمال فإنه يفطر. ما شاء الله. وإذا أفطر فإنه لا يقضي، لأنه ليس بواجب. نعم.